هل تشعر نفسك أنك أخطأت في اختيار النكتة وتعتذر الآن؟ بعد العرض الذي قام به الكوميدي طاليس والذي أثار ضجة كبيرة حول الموضوع وهو إهانة المرأة المغربية، أخيرا خرج باعتذار، حيث قال: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، تعليقا على ما وقع لم ولن يكون أبدا في نية الإساءة أو التجريح أو التنقيص من قيمة المرأة المغربية التي أكن لها كل الحب والاحترام والفخر. تلك زلة لسان أعتذر عنها، ولكن مني كل المحبة والتقدير، المرأة المغربية على راسي وعيني. تابعوا الفيديو اللي فيه الاعتذار ديال الكوميدي طاليس. هل تشعر نفسك أنك أخطأت في اختيار النكتة وتعتذر الآن من جمهورك أم عفوية؟ لا، هي أنا كيف ما قلت، هي أنا جات بطريقة عفوية، ما كنتش كنقول أنها غتاخذ هذه الضجة هذه وهذه الأبعاد هذو، ولكن الناس اللي فهموني غلط أنا كنعتذر منهم إذا كانت شي زلة لسان أو ضريت شي واحد، لأنه أنا النية ديالي عمرها ما كانت باش أنني نضر المرأة المغربية أو نهاجم المرأة المغربية اللي عندها واحد القوة كبيرة في التغيير في المجتمع ديالنا المغربي. كل شكر. اللي كنراعي المشاعر ديالها في جميع العروض الفنية اللي تنقدم أنا واللي تيقدموا الفريق اللي معايا.